السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم أول ما ينزل على طول. إصابة 13 شخص في انقلاب ميكروباص على طريق أسوان الصحراوي الغربي. الخبر بيقول أصيب 13 شخص اليوم الاثنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان الصحراوي الغربي. تلقى مرفق إسعاف أسوان اخطار بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان الصحراوي الغربي أمام قرية فارس بمركز كوم إمبو. انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخص. تم نقلهم للمستشفى تلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية لازمة حيالهم. بناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تم رفع أثار الحادث من الطريق عشان تسيير الطريق منعا لوقف الحركة المرورية وتحويل المصابين اللي إصابتهم تتراوح بين كسور وجروح الى مستشفى اسوان الجامعي تلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب.